وما حين ما هات لي شراب مي وانا هقريك على كل حاجه. معالي الوزير بيقول لك اتفضل. مساء الخير يا معالي الوزير. تعالى يا رحيم بيه، وشك ولا القمر. ربنا ما يقطع لمعاليك عادة، برضه سبتني ملطوق بره زي زمان. طبعا زهقت بسرعه عشان هنا مفيش سكرتيره. طول عمر معاليك وانت فاهمني زياده عن اللزوم. ايه كنت عايز في ايه يا رحيم؟ ايه ده؟ واحنا ينفع نتكلم هنا؟ ايه مكسوف من باكينام ولا ايه؟ لعلمك باكينام دي بتحضر معايا اهم الاجتماعات، لما ما تلاقيهاش معايا تعرف ان انا قاعد مع ناس سكه. الله يرحمه ابويا اشتراها من بلدها على الزيرو. واضح قوي انها غاليه عند معاليك، والا ما كنتش وقفت تصلحها بنفسك. انت عارف يا رحيم لما اتحجز على حساباتي واموالي في البنوك قعدت 4 سنين كنت حموت من الجوع، لولا شويه الانتيكات والتحف اللي كنت بشتريهم ومراتي كانت بتتخانق معايا عشان لولاهم ما كناش لقينا ناكل. من بعدها قررت ان انا اعمل كل حاجه انا بحبها وبايدي لحد ما قدرت اخد البراءه رغم عن انف الجميع. تاخد البراءه؟ مش ملاحظ يا معالي الوزير ان الكلمه دي قللت معنى البراءه قوي؟ ايه يا رحيم؟ انت مش عارف يعني ميكافيلي؟ الغايه تبرر الوسيله، وما دام الطريق اللي انا خدته وصلني للنتيجه اللي انا عايزها ابقى انا صح. إذا كنت أنا بقى أستحق البراءة ما استحقهاش، المهم إن أنا خدتها وناجح وبامتياز. تعال تعال خش نقعد نتكلم في العربية شوية. خش. ولا أقول لك أنت ضيفي وحبيبي، هتنازل وخليك تقعد قدام الدركسيون. خش يا راجل ما تتكسفش، ادخل. أنا اتبعت لي رقم حساب ليك في بنك طلب مني أحول عليه فلوس. حساب أنا؟ أنت عارف أنا ليا كام حساب حوالين العالم؟ بس للأسف كلهم فاضيين. علشان كده بقى عايز تملاهم؟ مش أخويا لما يبقوا بتوع الأول. جرايا يا رحيم بص لي كده ليه؟ ما كانتش دي لعبتك. يا ابني أنا واجهة. واجهة. لكن غيري هو اللي بيستعمل الحسابات دي ويعمل فيها تحويلات كتير لناس كتير، ومش بعيد اكون عملت لك انت رخر حساب في يوم من الايام. مش انت برضه اتسجنت في موضوع زي ده؟ ايوه بس على الاقل كنت عارف الحساب ده كان مفتوح لصالح مين. ولا اقدر اسال، انا يجيني الاوردر افتح الحساب اعمل التوكيل بس. وطبعا التوكيل ده كان بيتعمل منه توكيل لحد تاني. بس الظريف بقى اقول لك في الموضوع ده ايه؟ ان الحساب ده انا عملته من اكتر من 20 سنة. يعني اللي بعت لك ده راجل قديم قوي في الشغلانه. طب ورق الحسابات والتوكيلات دي فين؟ ورقهم ليه يا اخويا؟ وانت كنت بتدي الاوراق دي للي زيي؟ ولا كنت بفكر فيهم. يا رحيم نصيحتي ليك رجع الفلوس اللي معاك دي. مش لو كنت اخدتهم؟ يعني انت ما خدتش الفلوس دي، يبقى كده مشوارك بقى مشوارين. المشوار الاولاني تدور على اللي خد الفلوس دي، ومشوارك التاني تدور مين اللي عايز الفلوس دي. سكتك صعبة يا رحيم، خد بالك من نفسك بجد، خد بالك من نفسك يا رحيم. ازيك يا وزير؟ انا عارف انك اشتغلت مع رحيم السيوفي. اهدي بدايه غلط. امال الصح ايه؟
الصح ان رحيم هو اللي كان بيشتغل معايا مش انا اللي بشتغل معاه. ولا انت يا باشا مش عارف جاي تتكلم مع مين؟ لا انا عارف انا جاي اتكلم مع مين كويس قوي، بس حياة الامر نسيتك جوه السجن وهو بره دلوقتي. مفيش حاجه في البلد دايما يا باشا، دور بنلعبه. يعني ممكن بكره تلاقينا انا اللي بره السجن ورحيم او غيره هو اللي جوه السجن. عموما انا ما عنديش مشكله مع رحيم، بره جوه مش فارقه معايا. حلو، هو ده بقى اللي انا جاي عشانه. انا عارف ان رحيم ساعدك ان فلوسك تخرج بره البلد. ده اللي انت بتقوله يا باشا. ده اللي بتقوله المحكمه يا يونس بيه. انا مش جاي حق معاك، انت قضيتك قفلت خلاص، بدليل انك هنا في السجن. انا جاي لك عشان حاجه مهمه، لو اديت الفلوس لرحيم عشان يطلعها لك بره البلد ممكن ينصب عليك يقلبك في يوم. يقدر يا باشا، بس على فكره مش هزعل. بص يا باشا، لو انت عندك 100,000 جنيه بتوعك بس لسبب ما انت مش عارف تتصرف فيهم، لا عارف تصرفهم ولا عارف تحطهم في بنك ولا طبعا هترجعهم للي انت خدتهم منه، فجأة نط لك واحد قال لك انا ممكن اغسل لك ال 100,000 جنيه دول بس هيبقوا 60,000 بس بتوعك، شرعا وقانونا مفيش مخلوق يقدر ياخدهم منك، وهو بيديك ال 60 لقيتهم بقوا 50,000، هتقول له لا انا عايز 60؟ بالعكس هتاخده بالحضن وتبوسه كمان. فهمت. مشكلة ان البلد هي اللي مش عايزة تفهم. ماشي، احنا بنتكلم بقالنا كتير وبعد اذنك عايز الحق الشوط التاني من ماتش ليفربول. ليفربول؟ اوعى تقول لي ما بتشوفش محمد صلاح، ده خلى اسم مصر على كل لسان، ربنا يحميه يا باشا. تقدر تروح تكمل فرجة على الماتش، انا خلصت. اللي قول لي الشوط الاول خلص كام كام؟ 100. يا رحيم بيه، الشغل اللي سعادتك طلبته هيخلص هيخلص، بس هو المكتب مقفول اليومين دول بسبب القضية. أنا مش عايزك تركز في أي حاجة غير اللي طلبته منك وبس. هعمل لك مكتب عندي هنا في المركب جنب الحسابات، نخلص شغلنا وأساعدك تقوم مكتبك من تاني. يا سلام، طول عمرك صاحب واجب يا رحيم بيه. طول عمري بعرف أقدر، وهقدرك أكتر لو جبت لي ملف حسن رشوان. ملفه وتاريخه كله هيكون عندك خلال ايام. مركب وعلى النيل، ده ايه التظبيط ده يا باشا؟ ممكن تسكت؟ ممكن تسكت شويه وتبطل الشويتين بتوعك دول؟ ممكن تسكتوا انتوا الاثنين وتركزوا في الشغل؟ والله شغال يا باشا، ما بنامش وقريب قوي هتتبسط. وانا مستني. بتعملي ايه عندك؟ مفيش يا ماما، باخد شاور وهخرج على طول. طيب يا حنان، مالها ريم؟ البت وشها متغير قوي، ويا اما حبسه نفسها في الحمام يا قافله على نفسها اوضه النوم. احسن تكون تعبانه ولا حاجه، ما توديها للدكتور. انا سالتها قالت انها كويسه ما فيهاش حاجه. حنان انا مش مطمن، خصوصا بعد ما جه الواد اللي اسمه زياد ده وزارها. عايزك تحط عينك عليها. ما تخافش. شكلك كده مش هينفع تيجي معايا الفرح، لازم تقعدي مع ريم. فرح؟ فرح مين؟ مش هتصدقي. قول مين؟ عماد وداليا. بجد؟ غريبة أوي دي. عشان كده عماد كان عايز يحبس السيد عشان ما يضرهاش بعد ما بقت في ايده. يا مسبتي، طب خلي بالك ما يعرف انك انت مقعد سيد في بيت الحلمية القديم. حنان انت هبلة؟ انت مش عارفة انت متجوزة مين ولا ايه؟ انا حايم لعجاتي. انت
طب انت هتروح الفرح؟ طبعا. طيب. عارف انك مشغول. افضلك يا عمده. هو انا جاي من غير ميعاد صحيح، بس دي خطوة ما ينفعش ابدا اعملها غير وانت جنبي. خطوة ايه؟ اهم خطوة ممكن ياخدها الانسان في حياته، الجواز. سوري من الوقت كان ضيق وملحقتش اعزم حد، بس انا رحت المطبعة بنفسي وقفت على ايدي الخطاط لما كتبها حرف في حرف. عارف طبعت كم نسخة؟ نسخة واحدة بس علشانك انت. ما مش معقول مناسبة زي دي ما يبقالهاش عندك ذكرى تفضل معاك العمر كله. اوكي هستناك. باي.